اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تشاهدونا. معكم من جديد الشيف علي البرجي من اوتيل اتلانتس. رح نقدمكم اليوم طبق مميز، هو عباره عن اسمليه مع الفواكه، ورح نشوف كلنا سوا المقادير. اهلا فيكم مشاهدينا من جديد. اول خطوه رح اقوم فيها قبل ما احط، اللي بحط قليل من السمنه انا مذوبها، بحطها بهذا الشكل، حسب السمك اللي نحن بدنا اياها. نسكرها منيح على بعضهم، نحط سمنة، وندخلها على الفرن. هلا بدنا ندخلها بالفرن. وإذا ما عندنا مقلي مثل ما كنت عم بسويها أنا فيها ست البيت كمان بالرينج هيدا، تحطه على صحن على أي شيء كمان نفس الشكل، بس بدل الصحن يكون في تحت منه في صينية مشان تفوت بقلب الفرن. سمنة من تحت وسمنة من فوق مثل ما أنا سويتها. ونشدها على بعضها منيح مشان كلها تماسك، وبالصينية بتفوت على الفرن. أنا أوريدي عندي كم حبة هون مجهزون. أول خطوة رح أقوم فيها رح أبلش بالفواكه. بننتبه لشغلة كتير منيحة حساسة مع الفواكه، أنه نستعمل السكينة تكون نظيفة ما يكون فيها ريحة بصل أو ثوم، ونستعمل الفواكه لأنه الفواكه دغري بتلقط الروائح. أول شيء رح أجيب البطيخ، بيتقطع مكعبات صغيرة بعد ناخد شوي. برجع بجيب الباين أبل، الأناناس، قطع بهذه الطريقة كيوب. كمان ناخد حبة تانية مشان يكونوا كلهم نفس الكمية متعادلين. بجيب حبة الكيوي كمان بقطعها مكعبات. انتبه لدينا مظبوط، وبنفس الوقت الكيوي ما نشد عليها كثير حتى ما تخبص معنا. بعد ناخذ حبة واحدة تقريبا صرنا خلصين. هلا عندي الستروبري، الفريز او الفراوله كمان، تقطعوا حبات صغيره. ضل عنا الشمام، السويت ميلون، فينا نستعمل روك ميلون، فينا نستعمل اي نوع من الفواكه انتم بتحبوها، بس تكون متناسقه الوانها مع بعضها مشان تعطي شكل حلو للصحن. هلا تقريبا صرنا خلصين، رح اجيب الفواكه كلها احطها مع بعضها واخلطها.
هلا فواكه صارت جاهزة تقريبا. الحبة أنا مسويها قبل بوقت. رح أجيب القشطة، القشطة العربية هاي منجيبها جاهزة من برا من محلات الحلويات العربية، أو فينا نجيبها من الماركت كمان بتكون علب جاهزة. حطها بهالشكل هيدا. رح اجيب الفواكه بالشكل هيدا. جيب حبة تانية كمان نفس الطريقة. نسويها فينا الكمية اللي بدنا اياها نحن بنحطها، فينا نعملها طبقتين بس، بس انا حبيت اعملها ثلاث طبقات. هلا بهالوقت هيدا احط اخر حبة هون، لحط قشطة بالآخر. رح اجيب بستاشيو، زهر الليمون، والنعناع نشيلها. نحطها بالصحن على هذا الشكل. وفينا نعمل كمان مع نفس الشيء، حد منا فينا نحط لها القطر او فينا نحط عسل. هذا قطر شوي وهذا كمان عسل، مثل ما بدكم انتم شو كيف ما بتحبوا. رح اجيب الشكل هيدا عشان يعطينا شكل حلو. رح اجيب البستاشيو والبقيين معنا رح احطهم هون. خلي الالوان تكون متناسقة. صحن يكون مجوي، يطلع صحن يكون مرتب. هذا هو كان طبقنا لليوم عصمالية مع الفواكه مثل ما قلت لكم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وما كنتوا عم تشاهدونا. كان معكم الشيف علي البرجي من اوتيل اتلانتس مطعم الليفنتيل.